واحدة من الحاجات برضو اللي لازم نكلاسيفاي السيستم بتاعنا هل هي بتتحقق فيه ولا لا، هي حاجة بنسميها كوزاليتي. كوزاليتي دي بنسميها السببية. يعني ايه سببية؟ يعني دلوقتي هل الاوتبوت بتاعي ده طالع نتيجة للانبوت ولا ما هواش نتيجة للانبوت؟ يعني هل منطقي مثلا ان انا دلوقتي فرضا ان انا كنت مثلا عايز افتح النور، اوكي، الانبوت بتاعي هو ان انا بفليب سويتش، اوكي، لو انا فرضا النور اتفتح قبل ما انا فليب سويتش، اوكي، يعني فرضا دلوقتي انا لسه رايح عشان ادوس الزرار بتاع النور، كويس، لقيت النور لوحده اشتغل قبل ما انا اضغط على الزرار بثانيتين ثلاثه، هل منطقي ان انا اقول ان انا النور ده نور علشان انا ضغطت على الزرار؟ لا، ده الحقيقه في الوضع ده ما يبقاش كده. فاحنا بيسكلي لازم الاوتبوت بتاعنا يطلع بعد الانبوت. لو انا عندي الانبوت ده بزيرو وابتدى يبقى نون زيرو عند نقطه معينه، اوكي، لازم الاوتبوت بتاعي يطلع من اول النقطه دي مش قبلها، اوكي. فالفورمال ديفينيشن بتاع بقى الكوزاليتي هي ان السيستم بتاعنا is called causal if whenever the input x of t بيساوي 0 and there are no initial conditions the output y of t بيساوي 0. يعني طالما انا ما عملتش اي حاجه، طالما انا ما دخلتش input لازم الاوتبوت يفضل بزيرو. لو الاوتبوت ما بقاش بزيرو، لو الاوتبوت اتغير وانا ما فيش عندي input، يبقى السيستم ده مش causal. اوكي، يعني ممكن اقولها بشكل تاني ان الاوتبوت y of t does not depend on future inputs. اوكي، طبعا مثال على كده لو انا تخيلت برضو مثال بتاع الكيبورد، اوكي، هل منطقي ان انا اقول على الكيبورد انها كوزل ولا نون كوزل؟ الكيبورد بتاعتي دي هل ممكن وهي محطوطه كده من غير ما حد يدوس عليها هل منطقي انها تطلع حروف؟ لا، مش منطقي، مش المفروض انها تدي انبوت طالما انا ما ضغطتش على اي زرار، كويس. فمعنى كده الكيبورد بتاعتي دي كوزل. كوزل معناها ان هي مش هتدي اوتبوت الا اذا انا عملت انبوت، اوكي. ف يعني الكوزل بقى النون كوزل سيستمز دي ممكن نتكلم على بعض الحاجات اللي هي ممكن اقول مثلا في بعض السيستمز طبعا اللي بتبقى في الديجيتال سيجنال بروسيسنج بالذات هنشوفها في الجزء بتاع الديجيتال سيجنال بروسيسنج كورس بنتكلم فيها ان احنا عندنا ممكن ان الفلتر ريسبونس ممكن ان انا السيجنال او السيستم ريسبونس بتاعي يطلع قبل الانبوت ما يجي، اوكي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بيبقى الكوزاليتي بتاعته ما تبقاش متحققه، بس اكشوالي احنا ممكن نهاندل حاجه زي كده في الديجيتال دومين، بس ديفينتلي مش في الانالوج دومين، مش في الكونتينوس تايم سيستمز، اوكي. ف يعني لو احنا افترضنا ان تاو اكبر من الصفر، basically considering the causality it is helpful to think of at time t the time at which the output y of t is being computed as the present. اوكي، يعني t is the present، t minus tau هو ده الماضي، اوكي، ده حاجه اللي هي في يعني ممكن اقول عليها ان هي حاجه من الحاجات اللي هي اللي قبل التايم اللي انا فيه دلوقتي. t plus tau هو ده الفيوتشر. لو الاوتبوت بتاعي بيعتمد على البريزنت والباست ما يبقاش فيه مشكله انه يكون كوزل. لو كان بيعتمد على الفيوتشر فاليوز للانبوت بتاعي يبقى معنى كده لا، ده مش هيبقى كوزل.